جولة بانورامية جديدة على الأخبار من قناة مساواة، أهلا بكم. ما زال النقب وأهله يتصدران المشهد، فالهجمات والحملات الإسرائيلية تتواصل مستهدفة بعنفها الأرض والبشر هناك، ولكن في المقابل جاء التصدي واسعا، فالتظاهرات والاحتجاجات اتسعت رقعتها لتشمل النقب وبلدات عربية مختلفة لتكون صورة عن مشهد الوحدة والالتحام الشعبي والإنساني في وجه عنصرية عرقية إسرائيلية فجة. إلى العناوين. مظاهرة حاشدة في النقب رفضاً للهجمة البوليسية الإسرائيلية على الأهالي وأراضيهم. اللجنة القطرية للرؤساء تؤكد دعمها لنضال أهالي النقب ووقفات تضامنية بعدد من البلدات. وتسجيل أعلى حصيلة يومية بعدد الإصابات بفيروس كورونا وتحذيرات من عدم جهوزية الطواقم الطبية. قال رئيس كتلة القائمة المشتركة والنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي إن ما يجري في النقب من اعتقالات عشوائية واستهداف للشباب والأطفال هو إرهاب دولة، وذلك نتيجة للتحريض المستمر من نواب اليمين والائتلاف والمعارضة. وأشار أبو شحادي إلى أن هناك عشرات الأطفال والقاصرين اعتقلتهم الشرطة دون أي دافع، إنما بهدف زرع الرعب في نفوس المواطنين في النقب. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت في تقرير لها إن رئيس لجنة العاملين في صندوق أراضي إسرائيل إسرائيل جولدشتاين هو أحد أسباب الغضب الشديد والمواجهات بين عرب النقب وقوات الشرطة. ونقلت الصحيفة عن مصدر في الليكود قوله إن جولدشتاين مارس ضغوطاً على العاملين من أجل تنظيم حدثاً إعلامياً لأعضاء الكنيسة من الليكود في إطار نشاطه في الحزب. شارك المئات في المظاهرة التي أقيمت بعد ظهر اليوم على مدخل قرية سعوة، والتي كانت قد دعت إليها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي انطلقت في عدة بلدات عربية إسناداً للنقب وأهله. يأتي ذلك فيما تستمر الشرطة الإسرائيلية بشن حملة اعتقالات واعتداءات واسعة. شاركت جماهير غفيرة بالمظاهرة الحاشدة على مفرق سعوة الأطرش احتجاجاً على ما تتعرض له المنطقة من تجريف للأراضي بهدف تحريشها ومصادرتها من قبل السلطات الإسرائيلية، فيما ردت قوات الأمن بعنف على التظاهرة لتفريقها وسط تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين وتنفيذ حملات اعتقالات. هذا وقمعت الشرطة الإسرائيلية المظاهرة بقنابل الدخان والغاز المسيل للدموع، كما وأصيب العشرات من النساء والأطفال والشبان والشيوخ بحالات اختناق. وشارك في المظاهرة عدد من النواب العرب وقيادات الأحزاب والحركات السياسية والأطر الشعبية، ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف ومصادرة أراضيهم. جاء ذلك تلبية لدعوة لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، إلى جانب سلسلة من الفعاليات والنشاطات التي شهدتها وتشهدها عدة بلدات عربية تضامنا مع أهالي النقب. وفي جامعة تل أبيب نظمت الحركات الطلابية العربية وقفة غضب من أجل النقب، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات وهتفوا نصرة للعرب في النقب. دانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية العدوان البوليسي على مظاهرة النقب، وقالت إن هذا عدوان مخطط بهدف إسكات الهبة الشعبية الدائرة في الأيام الأخيرة التي تواجه هذا الهجوم الذي يتم بتحريض من أركان أساسية في الحكومة الإسرائيلية وأذرعها.
هذا وأعربت الأطر السياسية العربية الفاعلة في البلاد عن دعمها وتأييدها لنضال الجماهير العربية في النقب في مواجهة مشاريع التهجير والاقتلاع والترحيل. ومن جانبها طالبت اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية طالبت الحكومة الإسرائيلية بإيقاف مشاريعها ومخططاتها وعدوانها على الجماهير العربية في النقب. مباشرة ينضم إلي رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية السيد محمد بركي. مساء الخير سيد محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا. يعني في البداية سيد محمد، كيف تقرأ ما هو أبعد من هذه الأحداث التي نشهدها ميدانيا؟ يعني ما الذي تريده المؤسسة الإسرائيلية من النقب، وما الذي تسعى إليه أيضا من خلال هذه الانتهاكات والهجمة الشرسة؟ هي تريد السيطرة على الأرض، هذا هو المشروع الصهيوني منذ ظهرت الحركة الصهيونية، هذا ما قاموا به في 48، هذا ما قاموا به في الجليل وفي المثلث وفي الساحل وفي المدن التاريخية. احتياط الأرض الأكبر الموجود في أيدي شعبنا هو الآن في النقب، ولذلك النقب مستهدف بشكل رئيسي. يجب أن نذكر أن النقب يعني يساوي 12 مليون دنم، أكثر يعني حوالي 60% من مساحة إسرائيل. حصة العرب فيه 3%، رغم أنهم هم أصحاب المكان، هم الذين ولدوا هناك وهم الذين عاشوا هناك على مدار القرون والزمن والتاريخ. الآن إسرائيل تريد أن تلاحقهم على 3% من أجل أن تضعهم في جيتوات تسميها قرى معترف فيها أو مدن تركيز، يركزون فيها كل العرب البدو من النقب فيها، ويستولون على الأرض، يعني يحرمونهم، يصادرون منهم نمط حياتهم الأصيل، نمط الحياة البداوة، ويريدون أن يصادروا منهم الأرض التي يملكونها بحجة أنها متنازع عليها وأنها غير مسجلة وفق قوانين الطابو الإسرائيلية، بدون الاعتراف بأنماط الملكية الموجودة في النقب منذ قرون. حتى الاعتراف، حتى العثمانيين اعترفوا بهذا النمط، والإنجليز اعترفوا بهذا النمط، بينما الحركة الصهيونية تريد أن تخطط التاريخ حتى قبل أن تنشئ دولتها بحسب مقاسها، وهذا أمر غير معقول وغير مقبول في أي مكان. نعم، طب يعني سيد بركي، مع هذا التصعيد، مع هذه الهجمة الممنهجة والشرسة، وأيضا هذه المشاهد التي تابعناها اليوم أيضا من النقب عن دور لجنة المتابعة، يعني سمعنا يوم أمس السيد منصور دهامشي يقول أنكم بصدد الإعلان عن يوم إضراب شامل في كافة البلدات العربية، هل هنالك جدول زمني لذلك؟ الاقتراح مطروح طبعا، لكن الآن لجنة التوجيه لعرب النقب التي هي ذراع المعتمد للجنة المتابعة في النقب تعمل بشكل رائع وبشكل مجند، ويعني هذه مناسبة لنرسل لهم ولأبناء شعبنا وخاصة الشباب والصبايا كل الاعتزاز وكل المحبة على هذه الوقفة البطولية. من اعتقد أنه يمكن الاستفراد بالنقب ويمكن تطويع النقب وفق مشاريع إسرائيلية صهيونية فقد أخطأ، لأن هؤلاء الشباب وهؤلاء المواطنون يدافعون عن البيت وعن الأرض وعن الهوية. يعني اقتراح الإضراب العام، أو حتى كان في اقتراح أن تكون مظاهرة كبرى أمام مباني الحكومة في بئر السبع، لكن أجلت بسبب انتشار وباء الكورونا. الآن نحن بصدد تنفيذ هذه الخطط. موضوع الإضراب العام يجب أن ينضج، يعني لا يمكن أن يعلن إضراب هكذا بدون ضمان نجاحه في كل مناطق مجتمعنا. نعم، ويعني ماذا بالنسبة لدور الأحزاب سيد بركي أيضا، يعني إن كان للمشتركة في المعارضة أو أيضا للقائمة الموحدة التي يعني تندد وتهدد من ناحية، ولكن من ناحية أخرى هي جزء من هذا الائتلاف الحكومي، ماذا عن هذه الأدوار أيضا في التأثير يعني على ما يحدث على أرض الواقع في منطقة النقب؟ التأثير الأساسي هو للهبة الجماهيرية، هو للجماهير وللشعب وللإرادة الشعبية. ولا أقترح على أحد أن ينسب لنفسه ما ليس له. يعني هذه الدولة وضعت في الزاوية حتى أنها اضطرت إلى قمع مظاهرة سلمية بالشكل الذي رأيتموه اليوم هناك بشكل وحشي، يعني خلال دقائق حتى قبل أن تلتئم المظاهرة ويلتئم كل المشاركين كان هنالك قمع وضرب، بمعنى أن العدوان كان مبيتا، يريدون كسر شوكة الأهالي، ولكن هذا طبعا
غير ممكن ولا يمكن، لأنه لا يمكن أن ينسحب الإنسان من أرضه ومن بيته ومن حياته ومن هويته. هذا كلام يعني خارج التاريخ وخارج المنطق. بالنسبة للنشاطات الأحزاب، أعتقد أنه عليها أن تقوم بواجبها مع اللجان الشعبية الموجودة في كل قرانا ومدننا في الجليل والمثلث والنقب والساحل، أن تقوم بتنظيم وقفات غدا الجمعة وبعد غد السبت، هذه نهاية أسبوع اللي هي مواعيد مناسبة من أجل القيام بهذه الخطوة. وبتقدير نعم تفضل. فيما يتعلق في موضوع المشاركة في الائتلاف، أعتقد أنه يعني هذه يعني في بديهيات العمل السياسي في كل العالم وفي إسرائيل، أن أي حزب موجود في الائتلاف يتحمل مسؤوليات كل ما يقوم به هذا الائتلاف، كل ما تقوم به هذه الحكومة، بمعنى أن الاعتداء على أبناء شعبنا في النقب كان من قبل الشرطة اللي هي ذراع من أذرع الحكومة اللي هي مشكلة من كذا أحزاب بما فيها الموحدة. لذلك لا يمكن أن تمسك العصا من ناحيتين، مرة أنك أنت تحتج وتستنكر، ومرة أنك أنت ضمن جزء من الحكومة التي ترسل قوات لتقمع ولتضرب وتصادر وتحرش وتجرف وتصادر أراضي. هذا يعني هذا الموضوع في الثقافة السياسية يجب أن ينتهي. نعم. طب سيد بركي، يعني وفق قراءتك للوضع ولصورة الوضع من النقب وما نشهد يعني مجددا نؤكد هذا الاستشراس من قبل المؤسسة الإسرائيلية، ما هي الخطوات القادمة؟ يعني إلى أين ستتجه الأمور ميدانيا؟ هل تعتقد أنه سيستمر هذا التصعيد؟ يعني إذا اعتقدت إسرائيل والفئة الحاكمة أنها يمكن أن تحقق مكاسب بالمزيد من القمع، فليس بذلك بالمستبعد. وإذا كانت تفكر أنها يمكن أن تكسر شوكة الناس، فليس من المستبعد. يعني يجب أن نحذر دائما من هذا التغول للمؤسسة الإسرائيلية في الاعتداء على الناس وعلى أرضهم وعلى بيوتهم. ولكن في نفس الوقت، نحن لسنا طلاب مواجهات، نحن طلاب حق، نحن نريد أن نعيش في أرضنا ونناضل من أجل ذلك. لا نريد لأحد أن يأتي وبحجة التحريش أن يأتي ويصادر الأرض. يعني في كل مكان في العالم اليوم، خاصة في ظل المعركة من أجل المناخ ومن أجل نقاء المناخ، يعني في كل مكان في العالم يحمون الشجر من البشر. الآن نريد أن نحمي البشر من شجر الصهيونية، هذا أمر غير معقول. ولذلك يعني في اعتقادي أن المعادلة واضحة، أن الجيوش يمكن أن تهزم والشرطة يمكن أن تهزم، لكن الشعوب لا يمكن أن تهزم. نشكرك على هذه المداخلة، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية السيد محمد بركي، شكرا جزيلا لك. نبقى في ذات السياق، وعبر الخط الهاتفي ينضم إلي مراسلنا من منطقة النقب الزميل ياسر العقبي. أهلا بك ياسر. إذن يعني اعتقالات وإصابات، إلقاء قنابل غاز تجاه المتظاهرين، إغلاق شوارع أيضا في مظاهرة التي بدأت ياسر بشكل سلمي، ما الذي حدث اليوم لنرتب الأوراق؟ مساء الخير عفاف لك ولجميع المشاهدين والمتابعين. حقيقة يعني نحن بدأنا الساعة الثالثة مظاهرة منظمة مع رفع شعارات، وبالفعل كان هناك يعني استمرار كما ذكر السيد أبو السعيد، استمرار لوصول حافلات من المركز والشمال من الساحل والجليل والمثلث باتجاه هذه المظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة، لجنة التوجيه لعرب النقب. وبدأ الشبان بتسلق على الشارع، على الجهة الثانية الأخرى من الشارع، وأغلقوا الشارع. حسب القياديين الذين تحدثت معهم، كان هذا متفق عليه بصورة مسبقة مع الشرطة بأن يتم إغلاق الشارع لوهلة لعشر دقائق. وبعد تقريبا 7 إلى 10 دقائق قام قائد الشرطة في المكان بالإعلان عبر مكبرات الصوت بأنه خلال 10 دقائق أو خلال 10 دقائق بالضبط عليكم أن تخلوا الشارع الرئيس وتعودوا إلى مكان موقعكم السابق. في هذه اللحظة لا نعلم ما حدث، ولكن الشرطة تدعي أنه تم رش قواتها بالحجارة، وبالتالي قامت 20 ثانية بعد الإعلان وحين كان القياديون في الطريق إلى إعادة الشبان إلى الناحية الثانية من الشارع باتجاه عراد طبعا البحر الميت،
بدأت المناوشات والمواجهات بين شبان وبين قوات الشرطة التي بدأت بطبعا إطلاق وابل من قنابل الغاز والقنابل الهلع والصوت باتجاه المتظاهرين، ما أدى طبعا إلى تراجعهم إلى المنطقة العلوية. طبعا احنا نحكي عن قرية سعوة، سعوة بين هي بين جبال، بين تلال صغيرة، وبالفعل تم تراجع المتظاهرون إلى الخلف حتى هربوا من قمع الشرطة لهم بالقنابل. وأصيب في هذه الأثناء أصيب مسن عمره 70 عاما الحاج ناجح العثمين، الذي جاء طبعا للتعبير عن غضبه ومن عمليات التشجير، ونقل بسيارة إسعاف مكثف بعد أن نقل بسيارة عادية باتجاه إلى مستشفى سروكا. بالإضافة إلى ذلك يعني كان هناك عدة إصابات، ولكن ما الإصابات الرسمية التي نعرف عنها هي 4 إصابات تم نقلها بسيارات إسعاف إلى مستشفى سروكا بئر السبع. كان هناك بالفعل يعني استعمال مفرط في القنابل واستعمال مفرط في قنابل الغاز المسيل للدموع وبقنابل الصوت باتجاه يعني المشاركين في المظاهرة. لم يفرق رجال الشرطة بين الطفل وطبعا امرأة سيدة، كان هناك عائلات يعني كانت امرأة نساء حضرنا مع أطفالهن إلى المظاهرة عفاف، ويعني بالتالي يعني هي الشرطة كانت كما قال لي عدد من القياديين هنا، كان التخطيط للقيام بتخريب وطبعا تحويل هذه المظاهرة إلى مظاهرة غير سلمية. ياسر، ماذا عن الاعتقالات؟ يعني هل هنالك حصيلة ربما دقيقة، ويعني لو تنقل لنا أيضا العدد الكلي وحصيلة الاعتقالات أيضا؟ اليوم نحن نتحدث عن طبعا حسب الشرطة عن 13 معتقلا من هذه المواجهات، بالإضافة إلى 65 معتقلا في منذ يوم الاثنين منذ بداية الاحتجاجات على تشجير الأرض في منطقة سعوة عرب الأطرش، وحتى اليوم حتى هذه الساعات يعني معا تقريبا 80 أكثر من 80 معتقلا. يعني حسب الجهود التي يعني نشاهدها هناك يعني عدة مسارات يقوم بها الأهل هنا في النقب. أولا الدفاع عن الأرض والمسكن في الدرجة الأولى، وثانيا الدفاع عن الأبناء والبنات التي يعني تم احتجازهن، ووصلنا قبل قليل فيديو يعني جدا يعبر عن وحشية التعامل هذه الشرطة مع المواطنين العرب البدو في النقب، حيث شاهدنا أولا اعتقال يعني بقوة من قبل رجال شرطة وليس شرطيات كما هو متبع وكما هو القانون يحتم ذلك، إنما من قبل رجال شرطة لفتاة لم تعمل شيئا، وكان وجود لرعناء يعلى رعنان وهي دكتورة ومحاضرة وكذلك مساعدة النائب أيمن عود اليوم في إذن عن هذا الجانب أيضا عن الاعتقالات وعن الجانب القانوني ياسر سنقف لاحقا مع أحد المحامين المترافعين. نعم تفضل ياسر. ولكن في النهاية في المحصلة يعني حقيقة لم يتوقع أحد هذا التصرف من قبل الشرطة، تخريب المظاهرة السلمية التي تمت بترخيص طبعا رسمي على مفرق على مدخل سعوة. وأريد يعني أن ننوه بالنهاية أفاف لها نقطة مهمة جدا، وهي أنه يعني بدأ اليمين المتطرف مرة أخرى حملة التحريض من جديد مجددا ضد العرب بالنقب. كان هناك أيضا إضرام إطارات في تل السبع وعلى شارع رقم 60 بالقرب من أنبطين بجانب أيضا في منطقة تل السبع، وهناك أيضا أنباء عن بداية مواجهات في مناطق أخرى. ولكن يعني دعيني أؤكد لك ما يريده اليمين المتطرف من هذه القضية المرتبة جيدا. رجيفين حركة استيطان تطارد العرب في النقب وتطارد المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قامت بـ يعني مطالبة قبل قليل بمطالبة
المطالبة باستدعاء الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك، جهاز الأمن العام الشباك، من أجل استعادة الهدوء في إذن النقب. التحريض مستمر على النقب وأهالي النقب. ياسر، نشكرك جزيل الشكر على نقل هذه المستجدات وصورة الوضع. كنت معنا من النقب مباشرة مراسلنا الزميل ياسر العقبي. ونبقى في النقب ومباشرة ينضم إلينا رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب السيد جمعة الزبرقة. أهلا بك سيد جمعة. يعني في البداية، كيف تقرأ تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع ملف النقب، خصوصا يعني بعد موجة التصعيد وهذا التحريض من قبل اليمين، هذا التحريض المستمر كما سمعنا قبل لحظات من الزميل ياسر العقبي؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. اولا يعني نحن نتحدث، اذا قرانا الصوره ونحن نقراها في عيون حتى رجال الشرطه وعناصر الشرطه المتواجده في المكان، يعني وكانه انت تشعر بانه كان مخططا بان هذه المظاهره بان تفشل. كانت مظاهره جباره فيها يعني اكثر من 2000-3000 شخص، ونحن بدانا المظاهره ودخلنا على الشارع حتى لاغلاقه، وهذا شيء يعني طبيعي وشرعي ومتعودون على ذلك. وفجأة يأتي المسؤول عن الشرطة أو عن الوحدة الموجودة هناك ويقوم بإعلان بأنه المظاهرة يجب أن تخرج خلال 10 دقائق. لم تمر 5 دقائق، ربما بين 3 إلى 5 دقائق، وإذا بالمطاط، بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز تضرب حتى في الناس، والناس استطاع من الشباب من الهروب، و يعني كبار السن بقوا في يعني هنالك احد الشيوخ يقارب 70 عاما عمره، ضرب في ظهره من مسافه 3 أمتار، وقمنا بعلاجه. يعني هرب طبعا الشباب الى اعالي التلال وأصبحت السلطة تلاحق. يعني نحن نشعر بأنه الموضوع ليس فقط اليمين المتطرف، يعني نحن نشعر بأن الشرطة هي جزء، يعني هي عبارة عن عصابة تعمل لدى اليمين المتطرف. طب يعني سيد جمعة، بما أننا تحدثنا عن هذه المظاهرة الحاشدة، بالألاف تواجدوا اليوم في النقب، وإسنادا لهذه القضية العادلة، كيف تنظر لأفق الحراك الشعبي؟ يعني سمعنا أيضا من السيد محمد بركي عن أهمية يعني هذا الجانب، هل سيكون الإسناد الشعبي الكبير والحاشد كفيل ربما بإيجاد حلول في هذا الملف؟ نحن لا نعول إلا على الحراك الشعبي والنضال الشعبي على الأرض. لا نعتقد بأنه حتى مع كل، يعني لا يوجد نضال بدون ثمن، ونحن مستعدون لدفع الثمن. أنا برأيي أنه الناس لن تتراجع، لا يوجد لديها ما، يعني لم يتبقى لعرب النقب ما أكثر من أقل من 5% من أراضي النقب، وتضييق يعني المخطط أكثر بكثير مما نتصور. يعني والحكومة تملك مخطط واسع ومخطط خطير على وجودنا، ولكن نحن أيضا نملك الإرادة،
هذا ما لم يتواجد لديهم. نحن نملك إرادة وصمود ولا نعول إلا على صمود شعبنا وأهلنا وعلى الحراك الشعبي والسلمي. نحن نتحدث عن حراك سلمي، والمظاهرة كانت مرخصة مع رخصة من الشرطة، والشرطة هي التي يعني بشكل عام يعني بعد الوقت المحدد ربما أن تفتح الشارع يعني الشرطة تستعمل القوة، ولكن في هذه الحالة استعملت القوة حتى بدون إنذار ومسبقا، ولكن هذا لن يثنينا عن نضالنا على الأرض، لأن قضية النقب أصبحت قضية وجود، يعني ليس قضية وهي كانت دائما قضية وجود. ومع هذا الإصرار والصمود سيد جمعة، يعني بتقديرك أيضا ووفق قراءتك للوضع الميداني، إلى أين تتجه الأمور في الأيام القادمة؟ هل تتوقعون أيضا أن يستمر هذا التصعيد؟ نعم، أنا برأيي إنه التصعيد يعني موجود. نحن في قمة التصعيد يعني الآن بدأت، نحن منذ أسبوع متواجدون أمام الجرافات في قرية سعوة الأطرش، عرب الأطرش، واليوم يعني تكللت المظاهرة، ولكن بالأمس كان هنالك اعتقالات وكانت هنالك وقفات في تل السبع وفي شقيب وفي رهط. يعني تحدث ياسر عن 60، ما يقارب 60 معتقل أو 65 معتقل، ولكن أنا أريد أن أحط لكم بأنه حتى الآن يعني حتى ساعات الصباح ساعات 10 صباحا 11 كان هنالك 84 معتقل، والليلة أعتقل 20 فرد، 20 شخص آخر، 20 شاب وصبية. والآن يعني أنا عدت للتو قبل أقل من نصف ساعة، عدت من سعوة هنالك 21 جريح متواجدون في مستشفى صاروخ للعلاج والحبل على الجرار، ولكن هذا لن يثني الشباب. يعني هم يعلمون بأن مستقبلهم موجود هنا في النقب، والتعويل الوحيد هو على نضالهم ووقوفهم. نعم، ونتمنى طبعا يعني الشفاء العاجل والسلامة أيضا لكافة المصابين. نشكرك على هذه المداخلة رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب السيد جمعة الزبرقة. إذن للوقوف أيضا عند الجانب القانوني وحول وضع المعتقلين وأعدادهم، أيضا ينضم إلي المحامي والناشط شحدة بن بري المترافع عن عدد من المعتقلين. مساء الخير. إذن يعني في البداية سيد شحدي، لنقف عند المعطيات الأخيرة يعني المتعلقة بأعداد المعتقلين حتى اللحظة، وأيضا عدد القاصرين والفتيات من بينهم. السؤال صعب جدا أن أجيب عليه. أنا كنا نترافع في أكثر من قاعة وأكثر من مكان، وكانوا يأتون إلى هذه القاعات من محطات مختلفة، من محطة رهط ومن محطة عرعر النقب ومن البلدات. أعلم أن كان لدينا فتاتان من المعتقلات وقد تم إخلاء سبيلهن بالأمس بعد أن كانت الاستئنافات، قدمت الدولة الكثير من لوائح الاستئناف على الاعتقال على الإفراج. وفعلا في الملفات بالنسبة للقاصرين استطعنا أن نطلق سراح القاصرين، أما بالنسبة للبالغين فكانت الصورة مختلفة تماما. وما لاحظناه هو عمليا تحول في توجه المحاكم بالنسبة لقضية المعتقلين. بالأمس كانت الصورة متزنة، ولكن اليوم صباحا اكتشفنا بأن نفس القضاء غيروا من أسلوبهم وتوجههم وأخذوا يعاقبون المعتقلين بتمديد الاعتقالات. نعم. بشكل غير مبرر وحتى بشكل منافي لمواقفهم قبل يوم. نعم. ولذلك نحن نشعر بأن هنالك شيء ما يدور، وربما تنسيق معين بين الشرطة وبين القضاء. يعني وهذا ربما يذكر بما حدث في يعني أحداث شهر أيار، أيضا تحدثنا عن هذا الجانب. أريد أن أسألك سيد بري، يعني انطلاقا من ما تتفضل به، ناشدتم أيضا كطواقم دفاع عن المعتقلين المحامين من منطقة الشمال والمركز أيضا بأن يساندوا في المرافعة، لو تحدثنا أيضا عن هذا الشأن وهذه الصعوبة ربما بالوصول لكل هذه الأعداد من المعتقلين. نعم، نحن مجموعة أقل، يعني لدينا أقل محامين من المثلث والجليل، ونحن في منطقة بعيدة نسبيا
وقلة في المحامين المشاركين في الدفاع عن القضايا عن المعتقلين في هذه القضايا الجنائية التي يسمونها ملفات جنائية. ولكن هنالك معركة نخوضها في أروقة المحاكم منذ 3 أيام، وقد تحولت يعني حياتنا في داخل القاعات، ونأكل ونشرب وأحيانا لا نأكل ولا نشرب، ولكن ربما بعض الطعام يصل إلينا لهناك، ونحن مستمرون من الصباح وحتى آخر الليل في المحكمة. لذلك وضعنا كان يعني اليوم فعلا شعرنا بأن بعض الزملاء قد انهاروا ولم يستطيعوا الاستمرار للجسد، أي لمتطلبات الجسد، يعني تعبوا جدا وكانوا منهكين. فلذلك عندما بلغنا خبر المزيد من الاعتقالات في نهاية هذا الأسبوع، اعتقدنا أنه انتهت الاعتقالات بالأمس أو اليوم، ولكن هذه الموجة الجديدة بعد هذه المظاهرة عمليا أدخلنا في عالم أننا ما زلنا نعالج قضايا معتقلية الأمس، وفجأة يضافوا عدا عن الاستئنافات طبعاً المختلفة. فوجهنا ونوجه طلبنا لإخوتنا من المثلث ومن الجليل الحضور غدا حوالي 9:00 كي نوزع بعض الهموم والملفات على بعضنا البعض، وليأخذ البعض دوره في الترافع عن بعض المعتقلين. مهم جدا. نحن لا نطلب منهم الاستمرار بعيدا، ولكن في هذه الحالة نحن بحاجة إلى بعض الوقفات التضامنية من المحامين والمشاركة في الدفاع عن هؤلاء. وعلى الأقل في هذه المرحلة الأولى أريد أن أسألك أيضا سيد بن بري، علمنا أنه قد تم التحقيق مع مجموعة من القاصرين ربما بشكل يعني منافي للقانون، والحديث أيضا عن انتهاك للقانون ولحق القاصر بدون أن يتواجد أحد من أولياء الأمور. والسؤال، هل كان هنالك يعني وفق المعلومات المتوفرة لديك ربما انتهاكات أخرى خلال التحقيق أو تعنيف جسدي أو كلامي للمعتقلين؟ المعتقلين عمليا ضربوا، المعتقلين وضربوا وتمت انتهاك حقوقهم في من اليوم الأول للتظاهرات والتضامن في منطقة ساوة الأطرش. عمليا تم الهجوم عليهم وثم أردوهم نحو الأرض ونكلوا بهم وضربوهم و غرسوا وجوههم في الأرض، وثم اقتادوهم تحت الضرب إلى سيارة جاهزة مسبقة معدة للاعتقالات وهي تابعة لمصلحة السجون. ما رأيناه عدا عن الضرب، وإنما التحقيق كان منافي لكل القوانين التي تضمن حقوق الصغار أو الأحداث غير البالغين. للأسف الشديد هؤلاء القاصرون لم يتلقوا أي نوع من الحماية القانونية التي أولا تحميهم جسديا من هذه من الشرطة، ثم تحمي حريتهم وسلامتهم بالأساس حقوقهم. صحيح. حسب القانون الجنائي. ونحن سنستمر بمتابعة هذا الملف لأهميته. يعطيكم العافية وشكرا لك على هذه المداخلة، المحامي والناشط شحدة بن بري المترافع عن عدد من المعتقلين، شكرا جزيلا لك. إلى ملف آخر، في حدث هو الأول من نوعه على مستوى المجتمع العربي في البلاد، أطلق اليوم مركز الفضاء النصروي القمر الصناعي النصروي الأول إلى الفضاء من الولايات المتحدة، ونقل حدث إطلاق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل القمر الصناعي في بث حي ومباشر. تقرير رازي تطور. حدث كبير شهدته مدينة الناصرة ومركز الفضاء في قرية توفيق زياد التعليمية بإطلاق أول قمر اصطناعي إلى الفضاء، وذلك ببصمات عربية محلية وبالتنسيق من وكالة الفضاء الإسرائيلية وبالتعاون مع بلدية الناصرة، الأمر الذي يعتبر سابقة وهو الحلم الذي صار حقيقة.
شعور لا يوصف. تخيل انه قبل سنوات كان مشروع انه عرب في اسرائيل يبنوا قمر صناعي، كان شيء مجرد حلم مستحيل. فاليوم لما الامر الصاروخ اخذ الامر تبعنا اللي بنيناه هون في مركز فضاء الناصري بايدينا بايدين طلابنا اخذوا للفضاء، فهذا يعني انه صعب تعبر الكلمات. مشاعر من الفرح والفخر والاعتزاز ملأت هذه القاعة التي احتضنت أول إنجاز عربي في الفضاء من ابتكار طلاب ثانويين عرب في مشروع خرج إلى النور بعد سنوات من الجهد محفوفة بالتحديات عنوانها الإرادة. احنا طبعا بالمشروع كنا متقسمين لفرق اللي كل فرقة لها مهمة. أنا كنت من فرقة أشتغل فرقتين تقريبا هن البرمجة والتركيب. أما عن شعوري فشعوري هو الفخر، لأنه إحنا كطلاب عرب طلاب مدرسة اللي ما عندهنش ولا أي خلفية عن عالم الفضاء ولا عن تركيب الأقمار قدرنا خلال 4 سنين أنه نطلع قمر للفضاء. رسالتي لكم دائما آمنوا بحالكم، ما تخلوش ولا أي حدا يحبطكم، فيش إشي مستحيل. يا إحنا أكبر مثال ولاد مدرسة وقدرنا نعمل قمر. لا شيء مستحيل أمام الإرادة والطموح، فهؤلاء الشبان والشابات استطاعوا كسر الحواجز والحصار اللذين تفرضهما المؤسسة الإسرائيلية على المواطنين العرب وتحرمهم من الإبداع والابتكار وفرحة الإنجاز. فمن الناصرة انطلق القمر الاصطناعي الأول، وانطلقت معه حكاية عنوانها الإصرار والتحدي. وللحديث أكثر عن هذا الإنجاز ينضم إلي إبراهيم دراوشي، وهو مشارك في مشروع إطلاق القمر الصناعي. أهلا بك إبراهيم، وفي البداية مبروك. عفاف الله يبارك فيك. يعني كيف بتنظر لأهمية هذا الحدث؟ نتحدث عن إنجاز وهو فعلا إنجاز للمجتمع العربي، من وجهة نظرك أهمية هذا الحدث وإطلاق هذا القمر الصناعي؟ طبعا هو إنجاز كتير كبير اللي ما كانش له سابق. هاي راح تكون بداية كبيرة لانخراط المجتمع العربي بمجال الفضاء، وطبعا هاي بس البداية. راح يكون مشاريع أكبر، راح يكون مشاريع أكثر لقدام. راح نوفر لكل الطلاب لكل الأشخاص إنه يشتركوا بهذا المجال عشان إحنا يعني نقدر نبدع بهذا المجال. طب سمعنا هيك في التقرير من إحدى المشاركاتك بعض الجوانب من الصيرورة اللي هيك قمتوا فيها على مدار هاي الفترة، لو دخلنا أكثر في التفاصيل. يعني يمكن سؤال يتبادر للأذهان، قديش وقت استغرقت هاي الصيرورة أو هذا العمل على هالمشروع؟ المشروع بلش بسنة 2018، بآخر 2018 كنا وقتها ببداية صف عاشر. يعني إحنا تقريباً لنا 4 سنين بهذا المشروع، 4 سنين وإحنا نشتغل، 4 سنين وإحنا يعني كنا نتعب كتير عشان نصل لهي المرحلة. الإطلاق كان مفروض إنه يكون هديك السنة ببداية 2021، بس بسبب الكورونا وبسبب المشاكل هديك اتأجل الإطلاق لليوم. كانت سيرورة عمل حلوة كتير، فتنا فيها يعني على مجال ما كناش نعرف عنه إشي قبل، وأنا كيف شايف يعني أبدعنا فيه. وقبل شوي وصلنا خبر إنه القمر شغال، القمر عايش، وصلنا منه إشارة إنه هو فعلا شغال وفيش فيه أي مشاكل. جميل، يعطيكم العافية. طيب بما أنه نتحدث عن السيرورة إبراهيم، أيضا لو دخلنا في كل ما يخص المهام، كيف صار التقسيم؟ طبعا أنتم مجموعة من الأشخاص اللي اشتغلتوا على هذا المشروع، كيف تقسمت المهام بيناتكم؟ كنا تقريبا ما يقارب 25 طالب، تقسمنا لعدة مجموعات، كل مجموعة كان لها دور معين، مجموعة لتركيب القمر، مجموعة لكتابة الكود وبرمجة القمر، مجموعة ثالثة اللي اختصت ببناء قمر اللي هو محاكي لقمرنا الأصلي عشان الناس تشوفه قبالها تقدر يعني تمسك تشوف إنه إحنا يعني فيك إشي ومش استام حكي. كان في عنا مجموعة برضو للإعلام، مجموعة لنشر كل ما نعمل مثلاً إشي معين على برنامج بتل أبيب بهرسلية بمركز العلوم، وكل مجموعة كانت يعني تختص بالضبط بهذا المجال تاعها إنه تبدأ فيه وتنجز المهام اللي عليها، ما يكونش فيه تقصير هون وهون،
والحمد لله نجحنا. وبما أنه عم نحكي عن مشروع مركب ومهام مش سهلة وزي ما حكيت إبراهيم استغرقت على الأقل 4 سنوات، كيف توصف لنا كمان المرافقة المهنية، يعني الأشخاص اللي كانوا أيضا داعمين لإلكوا عم بعطوكوا الإجابات، عم بيكونوا مرجعية أيضا لكل الصعوبات والتحديات اللي واجهتكم؟ طبعا كان معنا طاقم معلمين كبير اللي كان يساعدنا بهاي السيرورة، أستاذ عبد الله خطبة اللي هو مدير مركز فضاء الناصرة اللي كان يوفر لنا دائما الدعم واحتياجاتنا عشان ننجز هاي المهمة، أساتذة اللي كانوا مختصين بالبرمجة، أساتذة اللي كانوا مختصين بمجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأساتذة للفيزياء، ودائما كان في دعم من معلمينا من اهالينا من اصحابنا انه نقدر ننجز هذا الشيء. والصعوبات هيك والتحديات كمان اللي رافقتكم ابراهيم، ناخذ فكره عن ابرز الصعوبات، يعني عم نحكي على مشروع اللي استمر على مدار سنوات، لابد انه كان في مراحل صعبه. طبعا البدايه كانت صعبه كثير، ما كناش نعرف انه عن جد احنا قاعدين نعمل شيء ولا لا، ما كانش عندنا فكره سابقه عن إنه عن كتابة الكود لقمر صناعي، تركيبه، قطعه، ما كناش نعرف عنهن إشي. بس طبعا يعني مع مرور الوقت ومع اللقاءات اللي كنا نروحها اللي كانت كل لقاء أقل إشي 4 ساعات، صرنا نتقدم يعني ونعرف أكثر وأكثر. ولكل اللي عم بتسأل إبراهيم، هيك هذا الشغف بعالم الفضاء وهذا المجال المعقد والمركب بالنسبة لكتار، شو الخطوات القادمة هيك؟ لأنك حكيت في بداية اللقاء بعد في مشاريع إضافية رح تنطلقوا فيها. طبعاً السرح بكل المدارس بالبلدات العربية رح يكون في دورات لهذا المجال اللي مركز فضاء الناصر هو اللي قاعد بيعملها، من معلمين، من إحنا طاقم الطلاب اللي بنينا القمر قاعدين نعمل دورات لطلاب إعدادية وابتدائية، طلاب خامس سادس اللي يفوتوا وينخرطوا بهذا المجال. المجال يعني إسا انفتح لنا من هاي هذا المشروع، مشروع قمرنا الأول. وأكيد سمعتي عن رمضان سات اللي هو راح يكون ثورة كبيرة بعالم الفضاء. أكيد. وأخيراً إبراهيم، قديش هيك بتشجع، يمكن وهي مقولة اللي بنختم فيها هاللقاء، كل الأشخاص اللي عندن شغف بهذا المجال واللي كانوا هيك دايماً ينظروا لإله على إنه مجال معقد ربما فيه الكثير من الحواجز لحتى يقدروا يوصلوا لإنجاز مثل اللي أنتوا قمتوا فيه، شو بتقولن؟ بقولن إنه لا، الإشي مش مستحيل، الإشي ممكن. إحنا كنا نقول مستحيل بس إيانا اليوم أطلقنا القمر الصناعي من شركة سبيس إكس في أمريكا، الإشي اللي يعني ولا مرة وصلنا له حسب رأيي. فيش إشي مستحيل، خليكوا أحلموا، كل شيء راح يتوفر لقدام، راح يكون في عنا دعم أكبر، راح يكون في دورات أكثر اللي تخلي عن جد الطلاب يشوفوا إنه هذا الإشي مش إشي مستحيل وإشي ممكن، وإحنا قادرين إنه ننجزه. مجددا من بارك لك ولكل المجموعة وأيضا للقائمين على هذا المشروع إبراهيم دراوشي، مشارك في مشروع إطلاق القمر الصناعي، شكرا لك. نشر المركز العربي للتخطيط البديل ملخص تسويق قسائم البناء في البلدات العربية التي قامت بها دائرة أراضي الدولة خلال العام 2021، وبحسب التقرير فقد كانت مدينة أم الفحم من بين البلدات العربية التي حظيت بأكبر عدد من الوحدات السكنية التي اشتملتها المناقصات. تقرير الزميل قصي أبو الفول. مسطحات تصادر وأخرى تحول لمشاريع إسكان، والأزواج العربية الشابة في البلدات العربية تواجه العجز المالي لشراء البيت من جهة وشح مساحات البناء من جهة أخرى. زي ما هو معروف أن دولة إسرائيل تملك 93% من الأراضي، وبالمواطنين العرب يعيشون على 2% من الأراضي. انتهت الأراضي الخاصة التي كنا نسكن فيها، ونحن نعاني من أزمة سكن. اليوم الحل الوحيد ل70% تقريبا من المواطنين العرب الذين ليس لديهم أراضي خاصة هي أراضي الدولة. يعلن في كل عام عن مناقصات لتسويق قسائم بناء لكل مدينة وقرية في البلاد، تقسم ما بين السكن والمناطق الصناعية والتجارية، وهي مساحات مقتطعة من ما يسمى أراضي الدولة. وتشهد البلدات العربية تغيبا واضحا لمبادرات من قبل المقاولين لبناء عمارات سكنية، وتحصر المناقصات داخل العائلات وتبنى عمارات خاصة فقط، ما يدفع الأزواج الشابة التوجه للسكن خارج مسطحات البلدة في أماكن توفر مشاريع إسكان.
ننظر للبلدات العربية حتى البلدات التي تمدنت يعني وكبرت، حتى الآن لا نرى وجود سوق إسكان. سوق إسكان معنى أنه وجود بيوت للبايع وبيوت للأجار، وإنما ما زال البناء هو بناء في داخل العائلة، وما زال البناء هو بناء بأموال خاصة. بحسب التقرير الصادر من قبل مركز التخطيط البديل، يظهر ملخص تسويق قسائم البناء في البلدات العربية حصول مدينة أم الفحم على أكبر عدد من الوحدات السكنية لعام 2021، ما يعطي احتمال ظهور مبادرات بناء ونشوء سوق إسكان عربي. ليش انهم بتوجهوش؟ احنا طبعا بالاتفاقيات هاي اللي بنحفظه ما يسمى ريمي، سلطة أراضي إسرائيل، طبعا بده يكون هناك شركة إدارية، وما بعتقد انه في مشكلة انه المبادرين العرب يتوجهوا ويشاركوا في المناقصات اللي بتصير. ما اظن كل مبادر عربي، بالعكس بشرفنا هذا الاشي. شركة اقتصادية شكلت لجنة إدارية مصغرة من أجل مواكبة المشاريع هاي، لأنه هذا المشاريع جبارة، ويعني المهم فيها هو الجدول الزمني. غياب التخطيط الدائم في البلدات العربية ومحاصرة الخوارط الهيكلية بمشاريع قطرية لا تخدم المواطن العربي تشكل خطرا دائما على مستقبل الأزواج الشابة ومشاريع الإسكان المستقبلية. وإلى ملف كورونا، أعلنت وزارة الصحة عن تشخيص 48 ألف مصاب بفيروس كورونا في اليوم الأخير، وهي أعلى حصيلة إصابات تسجل منذ بداية الجائحة. هذا ويعتزم مدير عام وزارة الصحة بروفيسور نخمن آش إبلاغ مشافي البلاد في الأيام القريبة بتأجيل العمليات الجراحية والإجراءات الطبية غير الضرورية، وذلك لتخفيف الضغوط المتوقعة عليها مع استمرار انتشار فيروس كورونا وأيضا متحور أوميكرون. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الاستوديو دكتور زاهي سعيد، متحدث معتمد من قبل وزارة الصحة ومساعد مدير عام صندوق المرضى كلاليت. مساء الخير دكتور. مساء الخير. يعني في البداية، متحور أوميكرون اللي وصف بأنه أقل فتكا من المتحور السابق دلتا هيك فاقه بأضعاف بقدرته على الانتشار دكتور، أرقام قياسية ومهولة. مع ذلك إلى أي حد باعتقادك يجب أن نكون حذرين يعني في هذه المرحلة، على الرغم من أنه مش عم نشوف ارتفاع كبير بعدد الإصابات الصعبة؟ لا، زي احنا بنحكي بالأسبوع الأخير 25 حالة وفاة و250 حالة صعبة، هقلب كتير من الدلتا، بس بعد أرقام يعني في عنا حالات وفاة، في عنا حالات صعبة. طبعا احنا بنحكي بنسبة هقلب كتير من كنا بالألفا والدلتا بس كمان في عنا حالات صعبة، انتشاره كتير كتير سريع. وطبعا كمان في الأطفال عنا كمان كتير حالات اللي هن في المستشفيات. كيف شفنا الأرقام رح تزداد كمان وكمان، ونتأمل من هون لأسبوعين نوصل للرقم القياسي ونبلش بالانخفاض 10 أيام أسبوعين، هاي توقعاتنا، ونوصل للرقم القياسي تبع العدوى وبعدين نبلش بالانخفاض. نتأمل الأعداد. دكتور يعني بهمني أسألك، كيف بتقيم حملة التطعيمات حاليا في هاي الفترة؟ يعني وكأنه صار في شعور طاغي عم نسمع في مجالسنا ومحاضرنا أنه الكل عم بنعدي، ليش لناخذ كمان جرعات؟ ولا ننسى انه في يعني ما يقارب المليون مواطن اللي ما اخذوا الجرعه الثالثه اصلا من اللقاح. لا، تعال نحكي انه اللي فوق تقريبا 90% من الحالات الصعبه والوفيات فوق 60 سنه، ناس اللي ما طعموش او التطعيم تبعهم يعني بطل صار بعيد، الاخطريه ما طعموش. في الشك انه التطعيم بنجي الحياه وبخلي انه تكون العدوى اقل صعوبه وما نوصلش لحالات صعبه. في ناس اللي انعدوا مرة ومرتين وثالث مرة، مزبوط، وأنا كمان في عندي حالات اللي انعدوا مرتين ورا بعض مع الأوميكرون. العدوى كتير عالي فيه، بس الحالات الصعبة والوفيات للمطعمين أقل بكتير، يعني بيحمينا من الحالات الصعبة هاي. فيش فيها شك إنه كل واحد مو متطعم أكتر كل مو محمي أكتر. اللي مش متطعمين بالمرة هدول أهم فئة إحنا بدنا نروح يطعمهم، أكتر فئة بخطر. يعني هاي الفئة إذا بنعدوا خطورة عليهن كتير كتير عالي، يوصل لحالة صعبة. طبعا واللي طعم وجبتين وجبتين وما أخدش الثالثة ومرق فوق نص سنة كمان هن بخطورة. يعني عشان هيك أنا بقول أهم من الرابعة، أنا بالنسبة إلي اللي مش ماخد الأولى ياخدها، اللي مش ماخد الثالثة ياخدها، وبعدين كمان الرابعة مش ماخدها كمان ياخدها. دكتور بهمني أسألك عن الفئات العمرية الصغيرة وأيضا الشابة، يعني من ما بلشت الجائحة وإحنا نسمع من حضراتكم ومن الأطباء أنه صغار السن وكأنهن عامل أساسي في نقل العدوى، واليوم هنالك أصوات اللي تنادي بإغلاق المؤسسات التربوية. بحب أسمع رأيك بهذا الموضوع على اعتبار أنه هي كمان أقل فئة اللي تلقت اللقاحات بحسب معطيات وزارة الصحة.
لا في شك انه اليوم العدوى احنا ما بنقدرش يعني حتى لو بنغلق الدول كلها مش رايحين نوقف العدوى، مش رايحين نوقف الارقام العاليه. يعني اليوم فيش اجراء نعمله اللي يخفف الارقام والعدوى الموجوده اللي راح تكون من هون لاسبوعين. الاطفال والمدارس يعني الطلاب كثير كثير انضروا في هاي الجائحه، عشان هيك ما فيش يعني احنا بدنا نكمل في حياتنا بشكل طبيعي، نحاول الاعمال نخليها بشكل طبيعي، المدارس بشكل طبيعي. بس انا بنصح الجميع اللي فيش اللي فوق 60 سنه ومش لازم يطلع من بيته ومش لازم يشتغل، فيش عنده امور مهمه يطلع من البيت، ما يطلعش من البيت. يعني الفئه اللي هي في خطر واللي مش مجبور تطلع من البيت تضلها في البيت. الطلاب المجبورين يتعلموا بدنا اهن يتعلموا، اللي بده يروح على اعمالهم يشتغلوا بدنا اهن يشتغلوا. احنا لازم نعيش مع الكورونا قديش بنقدر بشكل طبيعي، واللي مش مجبور يطلع واللي عندهم خلفيات مرضيه والكبار هن الفئه اللي بخطر، هن لازم يحافظوا على حالهم ويضلوا في البيت ويتوخوا الحذر اكثر من غيرهم. اخيرا دكتور زاهي بهمني اسالك، يعني هنالك من يتوقع ويقول انه متحور اوميكرون ممكن يكون هو المتحور اللي ينقذنا من تهديدات كورونا، بمعنى انه رح نوصل لمناعه القطيع بسبب هذا الانتشار الكبير جدا لهذه العدوى، هل تتفق مع هذا الراي؟ انا بتفقش مع هذا الراي، بتامل اكون غلطان وعن جد يكون هذا اخر الوباء. كيف صار الطفرة مع الأوميكرون؟ في طفرات جديدة، هذا هو التخوف تبعنا، وشفنا ناس اللي عم بينعدوا مع الأوميكرون مرة وكمان مرة. بتأمل أكون غلطان، بس أنا حسب رأيي مش راح يكون مناعة قطيع، يمكن يكون عنا مناعة قطيع بشكل مؤقت شهر شهرين ثلاثة مش أكثر من هيك. يعني لازم نضلنا نحافظ على التعليمات، البعد والكمامة، نعمل كل التوصيات وما نتكلش إنه رايحين نفوت على مناعة قطيع. وممنوع نعدي حالنا، في ناس اللي بعدوا حالهم بفكروا إنه هيك ممنوع، لأنه هاي فيها كتير خطورة. نحافظ التعليمات ونتأمل مع بعض لما نعمل التعليمات ونطعم نمرق الجائحة، ونتمنى أن تصل هذه المناشدة للجميع. نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة دكتور زاهي سعيد متحدث معتمد من قبل وزارة الصحة. وبعيدا عن ملف كورونا، نجحت المعارضة في الكنيسة الإسرائيلي بالتصديق على عدة قوانين من بينها رفع مخصصات التأمين الوطني، وذلك في ظل الخلاف الدائر داخل الائتلاف الحكومي على خلفية أعمال التجريف في النقب. تقرير رمح مفيد. لم تكن أحداث النقب الصاخبة مؤثرة في الميدان حيث التجريف فقط، بل أيضا هنا في الكنيسة. فبسبب تغيب القائمة الموحدة هناك من احتج وانسحب من الكنيسة، وهو عضو الكنيسة نير أوربخ من حزب يمينة، محتجا على موقف القائمة الموحدة. لا يمكن مواصلة الائتلاف الحكومي بهذا النمط. أعتقد إما حل الحكومة، إما الانتخابات، التوجه إلى انتخابات مبكرة، أو تشكيل الحكومة بطريقة تانية، لأن الحكومة لا أضاعت كل الفرص لمواصلة أدائها كحكومة. وفي غياب القائمة الموحدة وأوربخ الذي اشترط عودته للكنيسة بعودة أعضاء الموحدة، خسر الائتلاف في أربعة قوانين قدمها للتصويت، ونجحت المعارضة بتمرير عدة قوانين. من بين هذه القوانين كان نجاح رئيس القائمة المشتركة أيمن عودي بتمرير قانون رفع مخصصات التأمين بألفي شيكل، وهذه هي لحظات النصر. زيادة ألفين شيكل بالشهر لمخصصات التأمين. أعضاء المعارضة الذين كانوا بالأمس القريب في الحكومة استغلوا الخلاف داخل الائتلاف للمزاودة على الأحزاب اليمينية، متناسين أن رئيس المعارضة الآن هو الآخر وقع فيما مضى على وقف أعمال التجريف في النقب. السؤال الذي يطرح الآن هو إلى أي مدى قد يؤثر الخلاف داخل الائتلاف؟ لا يخفى على أحد أن التجريف في النقب وزرع أشجار من قبل الصندوق القومي اليهودي أو الكيان كيامت هدفه واضح، هدفه سيطرة على الأراضي العربية في النقب وتهجير السكان الأصليين من هذه المناطق ودحرهم من أكبر مساحة ممكنة لتكون هذه الأراضي يعني احتياطي للاستيطان الإسرائيلي في المستقبل وبناء المزيد من القرى التعاونية والمدن الإسرائيلية اليهودية. وهذا الحال نعرفه منذ اليوم الأول لوجود الحركة الصهيونية في فلسطين، وهذا استمرار لسياسات معروفة وعليها إجماع كبير في المجتمع الإسرائيلي اليهودي.
ورغم هذه المعارك السياسية التي لم تحقق بعد نتائج تهدئ من غضب المحتجين في النقب، يستمر النقب الغاضب في الاحتجاج، وإلى جانبه يهب المجتمع العربي الذي خرج اليوم في تظاهرات متفرقة في النقب وفي تل أبيب وفي حيفا، وغدا تستمر تظاهرات استنادية أخرى. وإلى أبرز ما تم تداوله وتناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الرواد والنشطاء، وكما هو الحال في الواقع كذلك هو الحال أيضا في العالم الافتراضي. بقي النقب متصدرا للمنشورات والتغريدات في الأيام الأخيرة، إذن الإسناد والتضامن مع النقب وأهله استمر، بل تصاعد مع تصاعد الهجمة الإسرائيلية الشرسة. لنبدأ مع ما كتبته ربا في تغريدة على تويتر. كتبت: لن يهنأوا بالتطبيع والتحالفات، ما دام أهل الأرض شعب لا يستكين فلن يصح إلا الصحيح، وأرفقت هاشتاج أنقذ النقب مع صورة لمجموعة نساء نقبويات يواجهن آليات التجريف. وعلى ذكر النساء النقبويات الباسلات، برز دور فاعل للمرأة النقبوية وللشابات النقبويات، وانتشر مقطع فيديو لشابة نقبوية مشاركة في المظاهرات الاحتجاجية والذي لاقى تفاعلا كبيرا. لنتابع. اولا انا ماني عايزه زلمه، انا سويه وبفكر ان الامراه بتقدر تسوي حقوقها. حقي اني اطالب للي وديه، حقي اني امشي على مظاهرات. كمان هذه ارضي، مو بس ارض الزلام. لما الدار تنهد، مش تنهد على دار الحرمه واولادها، مش صح. مش الحرمه واولادها اللي ما بيكون عندهم محل يعيشوا فيه، مش بس الزلمه، يعني كل بنت. انت كل بنت الحين قاعده بتحضر البحث هذا، اللايف هذا، تطلع على المظاهرات وتظاهر عشان هذا حقها وهذه ارضها، وما ترد على الناس اللي بيقول اللي هي تضب حالها. وانتوا اللي بتقولوا لي ضبوا حالكم، ابوي انور الحجوجي موافق على اللي بسويه، واخوي معاذ الحجوجي موافق على اللي بسويه، امي راضيه علي وانا راضيه على حالي عشان بسوي حاجه صح، ما سويت ولا حاجه غلط. إذن أعاد سام نشر هذا المقطع في تغريدة له عبر تويتر، وكتب: المرأة النقبوية البدوية في طليعة المقاومة كالعادة. أما دكتور شكري الهزيل فعقب على الفيديو قائلا: تقدمنا فأنتن رمز أساسي في حرية الوطن وحرية المرأة وحقوقها إلى الأمام. وهنالك أيضا من نشر وتطرق للسياق التاريخي وربطه بما يحدث في النقب. دكتور الجيلاني كتب في تغريدة أيضا: لا فرق بين تهجير أهالي النقب عام 48 وتهجيرهم الذي بدأ في أواخر عام 2020، إلا أنه أبرز وحشية الكيان الهش أمام أنظار العالم المتخاذل، وأرفق أيضا هاشتاج أنقذوا النقب. أيضا عفيفي قراقع كتبت في تغريدة لها: إنما يتعرض له أهلنا في النقب هو تجسيد للنكبة المستمرة التي يقاومها شعبنا منذ عقود، ويكشف الوجه الحقيقي للصهيونية، أقصى مساحة أرض للاستعمار اليهودي الإسرائيلي مع أقل عدد ممكن من السكان الأصليين الفلسطينيين، هاشتاج أنقذ النقب. هذا ولم تقتصر التغريدات على الكلمات والوسم ومقاطع الفيديو فحسب، رسوم الكاريكاتير أيضا كانت وسيلة للتعبير عن إسناد النقب وأهله. فنشر الناشط عبد نجم هذا الرسم وأرفقه بالكلمات التالية أيضا: لن يمر هذا التطهير العرقي، يا رب إن أهلنا في النقب يحملون اللواء الآن، فكن معهم وانصرهم على المجرمين، هاشتاج أنقذوا النقب. وبهذا نكون قد وصلنا لختام جولتنا البانورامية، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.